وللتعليق على الانفجارات التي وقعت في بيروت عصر اليوم ينضم إلينا عبر الخط الهاتفي من طرابلس الكاتب والباحث اللبناني السيد علي شندب. مرحبا بك معنا. أهلا وسهلا، مرحبا. بداية نتمنى لكم السلامة، حمدا لله على سلامتكم، ونسأل الله بكل الأحوال الرحمة للشهداء والشفاء العاجل للجرحى الذين سقطوا في بيروت في هذا اليوم. اسمح لي أبدأ بالسؤال عن طبيعة هذا الانفجار وقوة هذا الانفجار والنتائج التي أعقبت هذا الانفجار من أعداد كبيرة وتدمير هائل في أكثر من مكان في بيروت، لماذا برأيكم؟ الحقيقة يعني حتى اللحظة لا يوجد رواية رسمية على مستوى الدولة في لبنان. هناك بدأت الرواية الأولى بمفرقعات ثم انتهت بمتفجرات شديدة الانفجار. هناك تقديرات بأن الانفجار هو تقريبا نحو 600 طن من التفجيرات. هناك حوالي 3000 جريح، هناك مئات الجرحى إصابات خطيرة. المشكلة يعني أمام عدم وجود رواية رسمية، لأن ليس هناك لجنة تحقيق حتى هذه اللحظة. نعم، الذي حصل في بيروت هو كارثة، هو ممكن تسميتها ببيروت شيما. بيروت سقطت اليوم، ثمه زلزال ضرب بيروت، مرفأ بيروت بات جزء من الماضي، الكثير من المناطق المحاذيه لبيروت تضررت وتهشمت بشكل هستيري لم نعرفه لا خلال اجتياح 82 ولا خلال حتى عدوان تموز 2006. هل يمكن ان يكون كل ذلك استاذ علي، معذره للمقاطعه، يعني وصف بغير الطبيعي وغير العفوي والعشوائي، هل يمكن أن يكون هذا الانفجار بهذا الحجم ناتج عن أسباب عرضية، أم أننا نتحدث عن فاعل قام بهذا الفعل ولكنه لم يوقع؟ في كلام عن تقصير بعض المسؤولين في مرفأ بيروت بأن المواد مخزنة من عام 2014 وهي مواد شديدة التفجير، لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تبقى مخزنة في مرفأ بيروت 6 سنوات هكذا. هذا كلام تحاول السلطة أن تقدمه. هناك كلام آخر وفق شهود عيان كثيرون من عدة مناطق، لأن الانفجار سمع في طرابلس وسمع في صيدا وسمع في البقاع وسمع في كل لبنان تقريبا. هناك كلام يتحدث عن طيران إسرائيلي كان يحلق في الأجواء، وعن تفجيرين حصلا بينهم بعض الوقت. الانفجار الأخير هو انفجار اللهب. بعض خبراء المتفجرات يتحدثون عن أن هذا اللهب هو لهب أشبه باللهب الكيماوي أو النووي أو مشاكل ذلك. بمعنى آخر، هناك من يرجح بأن هناك ضربة إسرائيلية سكت عنها لبنان ثم سكتت عنها إسرائيل، كما حصل في الجنوب منذ أيام عندما تصاعد الكلام عن عملية نفذها حزب الله ووقع فيها قتلى من جنود الإسرائيليين وأنكرتها إسرائيل، ثم قال حزب الله بأنه لم ينفذ شيء ولم يفعل شيء في جنوب لبنان. نعم، وبالتالي هذه العملية فيها محاكاة لهذه التفجيرات بيروت اليوم، فيها محاكاة لما كان قد حصل. أنا أميل صراحة لهذا الرأي، أميل إلى أن إسرائيل تعرف في هذا المخزن أو المخازن المتفجرة، أو أن مرفأ بيروت هو بالمناسبة معبر مثل بقية المعابر الشرعية وغير الشرعية في لبنان. نعم، التي يدخل منها كل مشتقات التهريب من سلاح ونفط وتجارة وإلى آخره. نعم، وفي كل معابر الشرعية وغير الشرعية من المرفأ والمطار لحزب الله طرقه الخاصة فيها. طيب، على الرغم من أنه حزب الله يعني نفى استهداف أي من مخازنه، مخازن السلاح والذخيرة، وإسرائيل أو الكيان الصهيوني قال أنه ليس لنا علاقة بما حصل. اسمح لي أسألك لاستثمار وجودك معنا،
عن ما بعد هذا الانفجار. الآن بيروت ولبنان جريحة، ونحن نتكلم الآن عن كل ما يمكن أن يحصل بعد هذا الانفجار ونتائج هذا الانفجار الكبير. سيدي، تداعيات الانفجار خطيرة جدا، لأنه حتى اللحظة لا يوجد هناك إحاطة حقيقية بما حصل. مستشفيات لبنان مكتظة، الجرحى كما قلت بأكثر من 2500 حسب وزير الصحة، الناس في الشوارع، بيوت مهدمة، سيارات مهدمة، الركام في كل مكان. وبالتالي في هناك إضافة إلى وضع الكورونا الذي أطيح به اليوم، إضافة للوضع الاقتصادي والمالي السيء، إضافة لعقوبات، إضافة لشبح حرب يتهاجس فيها اللبنانيون. اللبنانيين يتوقعون بين لحظة وأخرى أن تندلع حرب ما في 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 لبنان والمنطقة، إضافة للمناخ الثقيل الذي بدأ يلقي بظلاله على لبنان، هو مناخ المحكمة الدولية باغتيال الحريري. كل هذه الأمور الآن مزدحمة في السماء، في السماء اللبنانية. لكن دعني بالعودة إلى 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 إجابة أخيرة من السؤال السابق. نعم. من الطبيعي أن تنفي إسرائيل، ومن الطبيعي أن ينفي حزب الله في إطار سياسة التخادم المستمرة والمتواصلة بين الطرف الإيراني والطرف الإسرائيلي. نعم. النفي والإنكار أحيانا يكون ضمن الاتفاق، أنت تنفي وأنا ننفي. نعم. وبالتالي تكون إسرائيل قد نفذت ضربتها وحفظت ماء وجه غيرها، ولكن نتائج وتداعيات موجود. نعم، بهذا الانفجار أعتقد أنها أكبر من مجرد أن تمر بهذه الطريقة. أستاذ علي الشندب، الكاتب والصحفي اللبناني، شكرا جزيلا لك.